لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر الهاتف من أربيل. الأستاذ وفاء، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية، يعني برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة إلى الساعة 8 من مساء هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية، صوتي واضح لحضراتكم؟ واضح جدا، تفضل. تحية طيبة لحضر الجميع المستمعين، وأيضا تحياتي منها لزميلي العزيز اللي سمعت تصريحه قبل شوي، سيد إمام باجلان. طبعا بالبداية نتكلم عن تأجيل الموازنة. إذا نتكلم بالحقيقة، لولا هذه التغييرات، مو التعديلات، هاي التغييرات الجذرية اللي سووها اللجنة المالية، لكان الآن الموازنة ممررة قبل 10 أيام. قبل 10 أيام كانت تمر الموازنة بتوافق سياسي كامل من كل جهات سياسية، ولكن سبب هذا التأجيل والتأخير كله ما حصل في التغييرات باللجنة، اللي من بعض النواب يعني غيروا كل شيء وضربوا عرض الحائط جميع الاتفاقات السياسية مع الإقليم، مع الحكومة، اتفاق النفطي، اتفاق السياسي، وأحرجوا رؤساء الكتل السياسي وأحرجوا السيد محمد شياع السوداني بهذه التغييرات. ولكن ذلك بالأمس ألغى بعض التغييرات اللي سوها بجلسة مع ائتلاف الدولة، وكان السيد فؤاد حسين والسيد محمد حلبوسي والحاج عادل العامري وبعض الرؤساء موجودين، ألغى بعضها. ولهذا الحزب الديمقراطي الكردستاني تقريبا يعني الآن هو حاضر لدخول الجلسة. أما بالنسبة اليوم لتأجيلها إلى الساعة 8، أعتقد هي تعود إلى أمور فنية حسب ما سمعنا من يعني أنا خابرت واية من الأصدقاء، قال لحد الآن اللجنة المالية هي تضع بصمتها الأخيرة على هذه الموازنة، ولهذا أخرت إلى الساعة 8. وأعتقد حسب اعتقادي أن لم يحضر راح يخرج الساعة 12 منه. ونفهم من كلامك أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل التصويت على الموازنة هو الخلافات الحاصلة بين الحزب الديمقراطي واللجنة المالية. طبعا التأجيل اللي صار هو كان المفروض قبل أسبوعين لما أرسلوا المجلس النواب، ولكن هاي التغييرات سوت مشاكل. بعدين لا تنسى، مو بس على إقليم كردستان، هناك أيضا بعض النواب يطالبون بمناقلات كثيرة من مناقلات من الحكومية إلى المحافظات، والوزيرة طيب سامي أيضا أكدت بأنها ستطعن بهذه الموازنة في حال إذا حصلت هذه المناقلات. والطعن يعني أعتقد إذا تطعن بهذا الموضوع راح تعاد الموازنة مرة أخرى، أي أكو مشكلة أخرى ما عدا مشكلة إقليم كردستان. ولكن أنا بالحزب الديمقراطي أؤكد على المشاكل بين الحزب بين الكرد وبين اللي صار باللجنة النيابية. أعتقد المشاكل 90% حلت. نعم. بالأمس حلت. الآن فقط أكو بعض المشاكل الفنية، وأيضا لا ننسى دائما بالساعات الأخيرة ربما حصل مفاجآت. وهل هذا يعني أن حسب ما أشرتم أن أسباب فنية تقف وراء تأجيلها الجلسة إلى 8 مساء أنكم ستدخلون الجلسة وتصوتون على قانون الموازنة؟ في حال إن لم تحدث أي مفاجأة أخرى، لأن أنت تعرف حضرتك إحنا هاي لاحظناها كثير في كثير من يعني الدورات السابقة. الساعات الأخيرة إن لم تحصل مفاجآت أو أن أصر على هذه التغييرات، أكيد الحزب الديمقراطي سيصير لن يصوت. ولكن ما اتفقنا عليه بالأمس، نعم الآن الحزب الديمقراطي هو حاضر للتصويت، وهو نعم. الآن بانتظار أمر من الرئاسي ليدخل مجلس النواب. إن نعم. كان عقدت الجلسة، إن عقدت في الساعة 8. إن عقدت، نعم. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفاء محمد كريم، كنت معنا من أربيل عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.